هل يمكن أن تسبب فرقعة الأصابع التهابا في المفاصل؟ صوت الكسر يجعل هذه العادة تبدو أسهل مما هي عليه. أجرى العلماء بحثا صارما عن الاعتقاد طويل المدى بأن فرقعة الأصابع قد تسبب التهابا في مفصل الأصبع، وتوصلوا جميعهم إلى النتيجة نفسها، أن هذا الاعتقاد على الأرجح خاطئ. عندما كان دونالد أونجر طفلا، حذرته أمه وخالته من فرقعة أصابع يده بزعمهن أن ذلك يؤدي إلى التهاب في المفاصل. وليثبت أنهن مخطئات، أجرى تجربة امتدت نصف قرن، تقوم على أن يفرقع أصابع يده اليسرى مرتين في اليوم على الأقل، وليس أصابع يده اليمنى غالبا. وبعد 50 عاما أصبح أونجر طبيبا في ثاوزاردز أواكس في كاليفورنيا، فحص يديه فلم يجد دليلا على التهاب المفاصل في أي منهما، وكتب في مجلة أرثريتيس روماتولوجي عن النتيجة التي توصل إليها سنة 1998، إذ قال: تشير هذه الأبحاث الأولية إلى عدم وجود ارتباط بين فرقعة الأصابع وحدوث التهاب في مفصلها. لكن هذه الدراسة لم تكن عملية بحتة، إذ أن عينة واحدة لا تكفي للوصول إلى استنتاج مدعوم بالبحث يشمل البشرية كاملة، إضافة إلى أن أونجر لم يكن مراقبا حياديا. ومنذ ذلك الحين ازداد إجراء أبحاث دقيقة للإجابة عن هذا اللغز، وأدت جميعها إلى حد بعيد إلى النتيجة نفسها، أن فرقعات الأصابع لا تسبب التهابا في المفاصل. بدأ كيفن دي فيبر، وهو طبيب في الرياضة وطب الأسرة في المركز الطبي الجنوبي الغربي بيس هيلث في فانكوفر بواشنطن، إجراء الدراسة نفسها، لأنه كان يعاني أيضا عادة من فرقعات الأصابع، إذ قال: لقد أمضيت حياتي وأنا أفرقع أصابعي، وعندما أصبح تفكيري علميا وحصلت على العمل الذي مكنني من إجراء بعض الأبحاث، بدأت البحث في الموضوع. نشرت هذه الدراسة في مجلة المجلس الأمريكي لطب الأسرة في 2010، إذ فحصت الصور الشعاعية لليد اليمنى ل 200 شخص، علما بأن حوالي 20% منهم كانوا يفرقعون أصابعهم دائما، ولكن لم يزدد احتمال إصابتهم بالتهاب المفاصل مقارنة بمن لم يعتادوا ذلك. ومع توصل هذه الدراسة وأبحاث أخرى إلى النتائج نفسها، ما زالت الخرافة تؤكد أن فرقعة الأصابع تؤدي إلى التهاب المفاصل. إذا لماذا؟ يظن دي فيبر أن صوت الكسر له دور في هذا الاعتقاد، إذ قال أن فرقعة الأصابع مزعجة لمن لا يمارسها، فالأشخاص المنزعجون من هذه الأصوات يريدون أن تتوقف، فيؤلفون القصص لينصحوا من يمارسها بالعزوف عن هذا التصرف. هذه القصة ليست خرافة وبالكامل، وإن كان من المحتمل أن تكون خاطئة، فالمفاصل تفرقع بسبب تشكل فقاعات هواء صغيرة في السائل المحيط بها، تحدث هذه الصوت المميز، وتتشكل هذه الفقاعات بطريقة تحاكي ما يحدث في مراوح القوارب، وفي هذه الحالة تسبب أذية للقارب، لذلك من المحتمل أنها قد تؤذي المفاصل أيضا، بيد أن آلية عمل مراوح القوارب تختلف عن مفاصل الأصابع. إن تعرض المفصل للرد قد يكون عامل خطر لالتهاب المفاصل، والصوت العالي الصادر عن فرقعة الأصابع قد يبدو للبعض كصوت الرد، إذ عبر دي فيبر عن ذلك بقوله: إنك تجبر مفاصلك على هذه الحركة ما يبدو أذية للمفصل، إنها نتيجة طبيعية قد يتوصل إليها الكثير من الأشخاص، لكن لا يوجد دليل يدعمها. إنه حريص على الملاحظة رغم عدم وجود إجابة نهائية للعلاقة بين التهاب المفاصل وفرقعة الأصابع، إذ أن من المرجح عدم وجود سبب علمي ولا علاقة تربط بين الأمرين. يقول ديفيبر في النهاية: للتحقق على الأطباء تعيين مجموعتين ممن يفرقعون أصابعهم وممن لا يفرقعون. مع التحقق من اتباع كلا المجموعتين التعليمات ومراقبة سير حياتهم، لملاحظة تطور التهاب المفاصل لديهم، بيد أن هذا الأمر أشبه بالمستحيل، لذا من المحتمل أن الأبحاث التي نملكها حاليا هي من أفضل ما قد نتوصل إليه. حصل أونفر على جائزة إيغ نوبل التي تكرم الحماقة العلمية، وهي جائزة أكثر الدراسات التي يسودها الاعتقاد بعدم وجود تأثير لها أو بقلة أهميتها، ومع ذلك لا يستهان بهذه الجائزة على تساؤله حول عادة فرقعة الأصابع. خلال فترة إثباته خطأ تحذيرات والديه،
حسنة النية تساءل عن الأمور الأخرى التي أمليت عليه منذ الصغر مثل أهمية تناول السبانخ، لكن لسوء حظه لم تكن الأخيرة خرافة.